احب اقدم الشكر لقناه السودان 24 الان على اتاحتها لنا هذه الفرصه. الشكر ايضا عبركم موصول الى البلدنا الثاني المملكه العربيه السعوديه شعبا وقياده. واتمنى التوفيق. انا سعيده جدا بخصوص التواصل اللي حصل الاقتصادي وزيارة السيد رئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية لمد جسور التواصل ما بين السودان وبلدنا الثاني المملكة العربية السعودية. أحب أيضا بالنسبة للعلاقات الاجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس ويمكن الطالبات وبين الأعضاء فيما بعضهم البعض. نحن جدا علاقتنا قوية كأعضاء هيئة التدريس. الجو يمكن جو السكن جو مريح جدا والسكن مهيأ بطريقة فعلا تتيح للأعضاء الاستثمار كل يمكن إمكانياتهم وطاقاتهم فيما يخص العلاقات الاجتماعية. يعني تطلعوا برا يعني حاجاتكم يعني كلها جوة. نعم يوجد طبعا حدائق يعني صغيرة داخل السكن. وجود المترو سهل لنا كثير عملية التنقل حتى التنقل من عمارة إلى عمارة أو سكن إلى سكن عملية سهلة جدا. بالنسبة للطالبات علاقتنا مع الطالبات العلاقة طيبة جدا بالمناسبة. يعني في نوع من الاحترام نوع من الود. الشعب السعودي يمكن بيفهم وبيعرف كثير عن الشعب السوداني. عندهم معلومات كثيرة جدا عن عاداتنا وتقاليدنا وطريقة سلامنا. فعلاقتنا طيبة جدا مع طالباتنا السعوديات. علاقتنا طيبة جدا مع أعضاء هيئة التدريس من الجنسيات الأخرى. طبعا الجامعة فيها عدد كبير جدا من أعضاء هيئة التدريس من الجنسيات الأخرى. فبالتالي فعلا الجامعة وفرت كل الإمكانيات وسخرت كل الإمكانيات اللي بتسهل التواصل فيما بين الأعضاء أو فيما بين الأعضاء وأيضا الطالبات. فجو فعلا مريح وجو يعني مميز.